مساء الخير. مستمرين في حلقتنا عن خلق الكون، وربنا قايل لنا امر مباشر: كل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. فمعرفه الخلق وبدايته كانت ازاي دي ضروره، ومن اهم حكم المعرفه دي انها بتخرجنا من الدايره الضيقه قوي اللي بنشوف بيها الدنيا والظروف والمواقف لمنظور شامل عن حقيقه الكون والحياه وعن صفات الله وقدراته. اتكلمنا عن اول ما خلق ربنا كان الماء، وبعده عرش الرحمن، وبعده القلم واللوح المحفوظ، وبعده خلق السماوات والارض، وبعدهم الملائكه. هنتكلم النهاردة عن خلق الجن. هم أول خلق سكنوا الأرض، اتخلقوا من النار، وزي ما الإنسان اتخلق من طين وأصل خلقه من ماء، لكن الصورة الخارجية له هو لا هو طين ولا ماء، هي مكوناته. فنفس الكلام الجن، أصل مكوناته هو النار، وما بيظهرش بهيئة للبشر، بهيئته. وخلق الجن من مارج من نار. لهم قدرات أعلى من الإنسان، لكن الإنس أعلى مرتبة ومكانة منهم. اتسموا جن من كلمة اجتنان، يعني استتار عن العيون. حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حياة وكلاب، وصنف يحلون ويزعنون، يعني سريع الحركة والتنقل. الجن عندهم القدرة على الصعود للسماء، بيسكنوا في الأرض في الأماكن الخالية وعند البحر، ومنهم بيسكن في الخرابات، ومنهم بيسكن في المدن مع الإنس. مخلوقات بتاكل وبتشرب، عندهم القدرة يشوفوا البشر من غير ما يتشافوا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن مكلف زي الإنسان، هم أديان وملل، وفي منهم كافر ومسلم، طيب وشرير. مفيش رسل من الجن، لكن في منذرين، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الإنس أعلى مقاما من الجن وأرفع درجات، والجن مدرك الفرق في المكانة. فالجن بيخافوا من البشر، لكن نتيجة لقدراتهم المختلفة واللي مش عند البشر، فتم التعاون بين بعض الإنس والجن، وده تعاون محرم نتج عنه السحرة والكهنة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقة. إيه المقابل اللي بيعود على الجن من التعاون ده؟ التعاون ده بيشبع عند الجن فكرة إن الإنس محتاجهم، فبيلبوا أوامرهم لهم، ليهم سيطرة عليهم، بيطلبوا منهم العفو والصفح، وأحيانا شفاء الأمراض ومعرفة الغيب. فكرة معرفة الغيب وإن يكون في كهنة وعرافين بيتنبأوا باللي هيحصل، الفكرة دي اتوجدت منين؟ الجن من قدراته زي ما قلنا إنه بيطلع السماء، وعنده قدرة إنه يسمع الملائكة. وبعد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام حيل بينهم وبين خبر السماء، يعني قدرتهم على إنهم يتصنطوا على الملائكة اتمنعوا منها، وأن كنا نقعد منها مقاعدا للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن الكهنة موجودين وبيتوارثوا المهنة دي برغم فقدهم مصدر المعلومات، لكن بيضحكوا على الإنس إنهم يعرفوا المعلومات ويعلموا الغيب. والسحر والأعمال هم عبارة عن تعاون بين إنس كافر وبين مرضة الجن. الجن بيستعين بعدد كبير من الجن المغلوب على أمره، فبيستخدمهم في الاستعراض بقدراتهم بأنهم غير مرئيين للبشر، فبيخفوا حاجات ويظهروا حاجات، وينوموا الإنسان المتسلطين عليه، ده تنويم مغناطيسي، ويتكلموا بأصواتهم بداله، ويفرقوا بين الناس وبعض فيخربوا بيوت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بيفرقوا ازاي بين الأزواج؟ وإيه فكرة إن حد اتعمل فيه عمل فيبعد عن مراته أو تبعد عن جوزها؟ الموضوع عامل زي ما البني أدمين بيوقعوا بين الناس وبعض، علشان ده يحصل لازم يغير لك فكرة بكلام كتير فتتغير ناحية شخص. نفس الكلام من الجن، لكن بوسوسة يدخل لك أفكار كتير في دماغك لحد ما تتغير ناحية شخص. وكل ده ببساطة ربنا قال فيه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. مش معناها إن ربنا بيأذن بالشر، معناها ان ربنا آذن بوجود الاثنين في الدنيا، الخير والشر، لكن ربنا في نفس الوقت خالق التحصين والحماية، فلو أخذنا بأسباب التحصين مش هيتوجد الأذى. الشيطان هو من أوائل الخلق من الجن، وكان من الجن العابدين لله في الأرض، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ربنا اصطفاه بأنه رفعه للملأ الأعلى مع الملائكة، وبرغم أنه كان عابد لله، لكن حقيقة إخلاصه لله ظهرت مع أول ابتلاء، لما ربنا أراد خلق آدم وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
علشان كده الكبر هو من أعظم الذنوب. ربنا خلق البشر والجن يخطئوا، وخير الخطائين التوابون، لكن الكبر خطورته أنه بيعميك عن الذنب أصلا والاعتراف بيه، وبالتالي مش بتعتذر ولا بتتوب. تكريم ربنا للشيطان قبل معصيته بأنه ميزه وأحضره وسط الملائكة راضى هواه وشعوره بذاته وبالأنا، فمع أول موقف مش هيكون هو اللي في الصورة مميز ظهرت حقيقته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الشيطان من أسمائه إبليس، أبلس يعني يأس وتحير، وربنا لبى للشيطان رغبته بالشهرة والتميز بأنه بقى أكتر المخلوقات شر على وجه الأرض، وأخذ على نفسه عهد وتحدي إغواء البشر، غل وحقد وحسد على مكانتهم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالجن والشيطان على رأسهم مخلوقات موجودة زي كل المخلوقات، والدنيا دار ابتلاء، فزي ما بنتعرض لفتن وابتلاءات من البشر نتيجة نفوسهم الضعيفة، فالجن والشيطان من الابتلاءات ومداخلهم بالتأثير على الإنسان بالوسوسة. لكن ربنا حسم لنا قوة تأثيرهم بآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لا جن ولا شيطان ولا سحر ولا أعمال ليهم أي سلطان على الإنسان لو أنت عبد حقيقي من عباد الله متحصن بالله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنتكلم بالتفصيل عن خلق الجن والشيطان مع ضيفتنا أستاذ دكتور راوية خليل الواعظة بوزارة الأوقاف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في حلقتنا عن خلق الكون، وضيفتنا النهارده استاذ دكتور راويه خليل الواعظه بوزاره الاوقاف. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بيك حبيبتي. اهلا وسهلا. ماشيين احنا بالتسلسل في بيت الخلق، ووصلنا عند خلق الجن، والجن هم اول من سكنوا الارض، ربنا خلقهم على الارض. ايه هم الجن وايه بدايه خلقهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف رسل الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. والثقلين ربنا لما اتكلم عنهم هم الإنس والجن، لكن دائما الناس بتسأل يا ترى مين اللي اتخلق الأول؟ ده سؤال تقليدي كل الناس بتبدأ تسأله قبل ما نتكلم في الموضوع، هو الجن اللي اتخلق ولا الإنس الأول؟ فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال فخار، وخلق الجن من قبله من مارج من نار. خلق الجن من قبله، من قبله من قبل هنا يبقى من قبل خلق الايه؟ الانسان. يبقى بدايه هو الجن خلق قبل خلق الانسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى هل في حكمه من الخلق؟ نعم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حتى الحق سبحانه وتعالى في الحديث اتكلم عن الجن اولا، يبقى الجن الاول هو الخلق، لكن ايه الحكمه وايه الهدف؟ الا ليعبدون. الهدف كان العباده، ولقينا ان العباده هنا عندنا نوعين: عباده جبليه جبل عليها الانسان ما يقدرش يعمل فيها ولا يحدث فيها اي تغيير، زي ايه؟ زي الموت وزي الحياه وزي الرزق، حاجات بقى خلاص ربنا سبحانه وتعالى وضعها، رفعت الاقلام وجفت الصحف، خلاص هو ما فيش اي تغيير في حياه الانسان. لكن ربنا فتح لنا نوع رائع من العباده، وهي العباده التكليفيه، التكاليف اللي ربنا بيضعها للانسان علشان يفتح باب الحب بينه وبين العبد. كل ما العبد تقرب بهذه التكاليف إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما فتح الباب وقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى درجات. فربنا بيرفعه بهذه العبادة التكليفية درجات، وخصوصا أنه بينصاع لكل تعليم الله سبحانه وتعالى. طيب دور الجن بقى هنا، يا ترى ليه من البداية موقف العداء اللي بين إبليس وبين البشر، يعني وبين سيدنا آدم أبونا آدم، لما ربنا قال له لا أنا مش هسجد، يعني هسجد لمن خلقت؟ ده أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. العلماء قالوا إيه سر العداء الباين ده؟ قال لك سبحان الله، ربنا لما جه خلق آدم أبونا آدم قال إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربنا خلق آدم في أجمل صورة. طب والجن؟ ربنا ما اتكلمناش عن خلق، لكن قال لنا انه خلق من نار. اذا طبيعه وشكل الجن مختلف عن طبيعه وشكل ابونا ادم. فهو لما الجن نظر لادم ولقاه بهذا التكامل الرائع اللي ربنا خلقه بيه، بدات بقى العوامل الداخليه تشتعل
داخل الجام فرفض ان هو يسجد لابونا ادم. احنا طبعا هنخوض في تفاصيل فكره ابليس والشيطان وبدايه نعم. خلق سيدنا ادم، بس خلينا بالتدريج نبتدي نعم. نفهم في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم عن تصنيفات الجن. نعم. الحديث بيقول الجن ثلاثة أصناف، صنف نعم. لهم أجنحة يطيرون في الهواء، نعم. وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويزعنون. المقصود نعم. بالحديث؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ورانا الأصناف الثلاثة اللي خلق منها الجن علشان إحنا نبقى عارفين حتى الشكل العام، لكن هو ربنا اداهم طاقات مش موجودة عند البشر. هم من جانب الثقل هم أخف من الإنسان، يعني لو قلنا أن الجن كنوع شفاف يبقى الإنسان كنوع له نوع من الثقل، يعني له هيئه وله شكل وله بادي خارجي يعني. لكن الجن لما ربنا قال اتخلق من النار، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا النار دي حاجه تعتبر شفافه، لكن نار السموم بقى بالذات دي هي نوع من النار ذات اللون الاسود وملهاش دخان. ده خلق الجن لونها يعني تميل الى السواد وليس لها دخان. الرسول صلى الله عليه وسلم نبئنا ليه بالحديث وقال لنا ليه عن الأنواع، لأن ما فيش إنسان يقدر يقول أنا شفت شيطان. ده من الصعب جدا أن حد يقولك أنا شفت. الإمام الشافعي لما سألوه على هذه الجزئية قال من قال إني رأيت شيطان فهو عندنا من فهو لا تؤخذ بشهادته، لا تعتد بها، وهو من الفساق، يعني صعب ان احنا نشوفه. طب الرسول وصفه ازاي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم شافه، وهو بدا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من النبي جه في بال النبي همت نفس النبي انه يمسك الشيطان ويربطه في ساريه من المسجد، احد الاعمده من المسجد، وخلاص اقترب النبي، ولكن تذكر سيدنا سليمان لما دعا ربنا وقال له رب هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لاحد. شوفي اداب النبوه، فاراد الا يتعدى بهذه الجزئية على سيدنا سليمان وأن يسخر الشيطان فتركه، لكن وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب المعرفة، أن طبعا منهم البري والبحري واللي بيطير وهو الآخره، لكن النهاية إيه؟ حط لي إزاي أنا أستعيذ بيهم، رغم أن كل دي صفاته موجودة، لكن إداني النبي صلى الله عليه وسلم القدرة على أن الإنسان بقدرته وبطاقاته اللي ربنا خلقها هو أغلب من الشيطان. هنتكلم بالتفصيل عن المعاني دي كلها، بس معانا ام احمد على التليفون. اهلا وسهلا يا ام احمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اول حاجه معايا سؤالين. اتفضل. اول سؤال، لو واحده مثلا جالت لي على حاجه وقالت لي انا ما تقوليها، تمام، انت حصل مشاكل بيننا ما بين بعضينا، فرحت يعني الواحده حكتها ماشي، حكتها بس الحاجه دي مش حلوه بصراحه. تمام، يعني كان سر ما بينكوا وهي مع مشكله قامت راحت حكيتها عن الشخص اللي هو امنها الامانه دي. فهي ما تقدرش يعني تقول لها سامحيني وكده، يعني هتحصل مشاكل اكتر. يعني حكيها وهي ما تعرفش ان اتحكى الموضوع ده من ظهرها. فدلوقتي مهما استغفرت وكده بس برضه حاسه البني ادمه دي بالذنب، يعني ماشي، هو مش حلو السؤال اصلا عشان اقوله اصلا. لا، هو حضرتك كويس انك بتلمحي ومن بعيد، فما فيش اي مشكله، بالعكس ده مش مفيش حاجه حلوه ومش حلوه، طالما حاجه حصلت نشوف الطريقه الاستغفار عنها ازاي والرجوع عنها ازاي. ماشي، معلش، ادي السؤال. فضل. والسؤال الثاني، مثلا انا جوز اختي مثلا يعني شغال في سباكه وكده، فديته فلوس ان هو يشغلها لي، يعني بما يرضي الله اللي يطلع يديني منيه، يعني نقسم التجاره بيننا ما بين بعض، ده تمام. مش حلال ولا حرام؟ يعني ايه المشكله؟ يعني انت اديتي له فلوس يشغل لك فلوسك؟ معاه. طيب السؤال، حلال وحرام في ايه بالظبط؟ يعني حرام ان انا كده يعني اديتها له هو يشغلها، وانا احنا الاثنين يعني هو فلوس كد فلوسي بالظبط، نقسم الفلوس بالنص. طيب هو بيديكي كده كده دخل ثابت كل شهر سواء كسب او خسر؟ لا 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 لا, لا طبعا لا. اللي يكسب 500 100 200 زي بعضينا. طيب خلاص، يطلع مني دي مش حرام او حلال. حاضر. وبرضه معلش، معلش سؤال صغير خالص، يعني لو الجمعيه مثلا، لو واحده عملت جمعيه وخدتها مثلا واشترت بها ذهب، حرام او حلال برضه لو خدتها هي الاول، اول واحده مثلا واشترت ذهب بالجمعيه مش فلوسها؟ الجمعيه تتحسب على 10 تنصار وهي تاخد مثلا بالظبط، وهي قبضت خلاص نصيبها. ايوه، خدت اول واحد ذهب. بس هي خدت اول واحد، فهمت ازاي؟ يعني عملتها ولمتها وراحت اشترت بها ذهب مثلا. هنجاوب عليك، هنجاوب عليك يا ام احمد، ربنا يبارك لك. ما تقوليش معلش، انت بالعكس بتصلي بينا كل ما يجي في بالك اي سؤال، ربنا يبارك لهم بجد الناس اللي بتهتم بالتفاصيل دي. نعم. واحد قلبه بيفرح والله يا دكتور، بيتحروا الحلال والحرام. أيوة. ربنا يبارك جميلة يا رب. بصراحه السؤالها الاولاني سؤال مهم جدا، هي فكره ان حد اتخانق مع واحده، اتنين اتخانقوا مع بعض يعني، وهي كانت قايله لها على سر.
افشته. فافشت السر وهي الثانيه ما تعرفش ان السر تم افشائه، فهي حاسه بالذنب ومش هينفع تروح تعتذر لها او تقول لها انا افشيت السر اللي بينا، فتتصرف زي بتقول مهما حست باستغفار بينها وبين نفسها حاسه بالذنب. هو طبعا بدايه هو السر لو خرج من الانسان صار اسيره. اي سر بخرجه لحد انا بقيت اسيره له. افضل بقى اقول له طب ما تقولش، طب ما هو جوايا، ازاي حاجه انا مش قادره اتحملها بتاعتي اديها لغير يتحملها. ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مهما كان الامر انا لازم يبقى بيني وبين ربنا فاستعينوا. احنا كل يوم 17 مره اياك نعبد واياك نستعين. فين المناجاه وفين القعده بين يد الله سبحانه وتعالى وفين الانس بالله واني احكي له وافوض امري الى الله. افضل ما انقل سري للبشر طبعا. دي اول جزء، دي اول حاجه. تمام. الحاجه الثانيه طبعا هي غير امينه، لان بيقول لك لو الواحد افشل، يعني انا لو قلت لحد سر والتفت خلفي معنى كده انا بقول له ما تقولش لحد ابدا، معنى بس الالتفاته دي بتومي الإماءة دي معناها انك ما تعرفش من غير حتى ما اقول له ما تقولش. طب اصبحت طبعا الاخلاقيات اصبحت يعني في تدني، الناس بقت صعب قوي انك تقولي لحد حتى لو هو مش سر، حتى لو موضوع عادي اصبح الامر عادي ان الواحد يفشي ويتكلم هو لاخره. طبعا هي غير امينه على هذا الامر. طب فرضا حد يعني هي بتتكلم ان صاحبه الشأن حاسه انها اكيد عملت غلط وحاسه بندم وبذنب، خلاص العلاج ايه يا دكتور راويه؟ فعلا هي العلاج اول حاجه النفس، انا بحاسب نفسي الاول انا بعمل ايه، يومي ده بيعدي ازاي، اليوم كله من اوله لاخره يا رب ربنا سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انا يومي كل لعباده الله سبحانه وتعالى، كل حاجه بعملها بقيسها على كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ادركت اني عملت غلط في الذنب ده، في باب التوبه مفتوح الى ان تخرج الشمس من مغربها، في باب للتوبة، هي تتوب بس توبة نصوحة، مش توبنا إلى الله ونرجع تاني يوم، لا، يعني سبحان الله الباب ده فعلا باب التوبة باب جميل لكن بشروط، هي تتوب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى، توبة ببكاء وبندم شديد جدا إنها قامت بهذا الأمر. ما ينفعش إنها تروح تبلغ صاحبة الشأن أنا رحت اتكلمت عن السر اللي بيننا. والله يعني إذا قالت لها ما فيش أي مانع، بالعكس مش ده هي بتقول هتحصل مشكلة أكبر؟ بالعكس، هي أنا شايفة إن باب الصراحة أقصر الطرق للنجاة، لأن هيوصل لها هيوصل لها، طالما السر خرج هيوصل، فهي أقصر الطرق إنها تروح وتتكلم. ما يبقاش من خلاص. مدخل باب الستر يا دكتور راوي ونقلل مشاكل، ما هو هنقلل المشاكل هتقول لها أنا كان غصب عني حصل كذا وكذا، لكن هو هيوصل لها، أصل السر ده بيني وبين حضرتك بس، طالما طرف ثالث عرف خلاص. هيبقى كده خلاص اتعرف. احتياطي عشان ما تحصلش مضاعفات اكتر. والمضاعفات هتحصل لان لو وصل من طرف ثالث مش الدايره هتتسع اكتر واكتر، فانا دايما بشوف ان افضل الطرق للتعامل هي الصراحه. الصراحه دي راحه فعلا، راحه للنفس وراحه للذات، هي تقدر تصارحها وتقول لها انا عملت كذا والامر اليك، لكن تتوب لله الاول، لان لو تابت لربنا قبل ما تروح لها ربنا قادر يسترها في الموقف ده ويقف جنبنا. وجنود الرحمن بقى اللي احنا قلنا جنود لم نروا، احنا عملنا الصح ورحنا وتوكلنا على الله ربنا هيؤيدها بنصر. النصر ايه بقى؟ ان يربط على قلب من افشيت سرها، فتتقابل الموضوع بهدوء وبتؤدى وتقولها خلاص يعني موضوع، بس يا ريت الناس تتعلم، يعني فعلا الامر ده بقى صعب، واسوأ حاجه في الافشاءات مداخل البيوت، يعني البيوت حرمات طبعاً. المفروض الناس أكيد. تعرف كده. وهي الفكره دايما في قصه التوبه، سواء الانسان تراجع او ما تراجعش، حتى احنا ده بنتكلم فيه في قصه الفرق ما بين ذنبنا وذنب الشيطان. نعم. ان الانسان ربنا مديله طول الوقت زي ما حضرتك قلتي باب التوبه مفتوح، دايما العلماء يقولوا التوبه بدايتها ندم واخرها تناسي، فان الانسان خلاص ينسى انه عمل الذنب عشان يعرف يكمل بقيه حياته طالما تاب توبه نصوحه. ودي من نعم الله على الانسان. ولا هيفضل طول وقته في هيوصل لمرحله جلد الذات. جلد الذات طبعا. طيب هل ممكن نضيف حاجه بسيطه قوي يا دكتور راويه في القصه دي؟ ان هي احنا ما بنعرفش بقيه تفاصيل القصص والظروف ايه، لو هي شايفه ان مثلا افشائها لده هيخرب بيت، هيبقى فيه مضاعفات اكتر، لو راحت قالت للست ان انا اتكلمت عن كذا كذا او عنك في السر اللي قلناه، فهل دي بقى تبقى راجعه ليها او تقول لحضرتك او لاي شيخ القصه متكامله، علشان احنا مش ضامنين بالظبط الكواليس ايه والتفاصيل ايه؟ أنا تليفوني متاح لأي حد لو هم عايزين يتواصلوا معايا على الخاص، أنا ما عنديش أدنى مشكلة، بحيث إن بس الجزئية دي حضرتك. نعم. قلت لها تقولي، فممكن القول ده يعمل خراب لو إحنا مش عارفين تفاصيل والكواليس. حجم السر، حجم السر بالظبط إيه وهيتقال إيه وهينتج عنه إيه. عامة هو حضرتك في الكنترول، ممكن تاخد التليفون وأنا 24 ساعة أرد، ما عنديش أدنى ربنا مشكلة. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور راوي. إحنا هنرد على بقية أسئلتك يا أم أحمد، بس معانا أم محمد على التليفون. اهلا وسهلا يا ام محمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام محمد، اهلا بحضرتك. استاذه ساره اهلا بحضرتك، منورانا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. لا انا بحبكم قوي والله. والله يا ام محمد من اصدقاء البرنامج العزاز على قلبنا. ربنا يبارك يا رب ويزيدهم. اتفضلي يا ام محمد. الله يخليك يا دكتور. بصي، اول سؤال، يعني في راجل يعني خير فبيجيب لواحده ست منها اضرب فيها فلوس تفرحها للفقراء. تمام. فهي من ضمن الفقراء، هل تاخد ولا ما تاخدش؟ ادي اول سؤال. يعني سؤال، الست اللي هو بيجيب لها الظروف دي عندها ابنها عندها معلش الصوت كان قطع شويه. عندها ابنها بنته مريضه. تمام. حفيدها يعني. ما عندهاش ابنها معهوش فلوس يعالج بنته، فهل تديله من الاظرف دي ولا لا؟ طيب السؤال حضرتك يا ام محمد، هي ما ينفعش الراجل اللي بيوصل الفلوس دي ان هي تقول له انا ممكن عندي كذا كذا، انا من الضمن ده من الفقراء، فهل ممكن اخد هي محرجة. محرجة. هي محرجة. لا مفيش. هو بيديها وواثق فيها وهي ست كويسه وامينه، هي محتاجه تقول له ان انا من الفقراء، هو بيجيب لها كل اسبوع 10 ظروف 5 ظروف. تمام. فهي في ناس الفقراء الايتام المطلقات اللي مش لاقيين، المعدومين خالص. المعدومين خالص. ايوه. وهي يعني ظروفها صعبه برضه. طيب. هل هي تاخد ظرف زيهم؟ حاضر. وابنها بنته والله تعبان خالص خالص، معهوش فلوس عليك. هنرد على حضرتك يا محمد. حاضر. حاضر. حاضر يا محمد، هنرد على حضرتك، ربنا يبارك لك يا رب. هو طبعا اتفضل. نرد على السؤال بعد كده نرجع لاسئله ام احمد. نعم اتفضل. تمام اتفضل. اتفضل يا دكتور راويه، فكره ان هي الفلوس تاخد منها ولا لا؟ لا طبعا، ده لازم، ده امانه، ده ربنا قال ان عرضنا الامانه، انا اديتها امانه في ايديها، هي عايزه لازم تبلغه، هي امينه على المال ده، ما تاخدش منه جنيه. بس هو مش مشترط تروح لمين، هو قال للفقراء. ماشي، بس ما قالتلوش ان انا واحده منهم. هي لازم تقول، لان هو يبقى من باب الامانه ان انا، ما انا ممكن اخد اكبر ظرف هم 5 وخلاص، اخد انا بقى الكبير ده اللي مليان ووزع الباقي. لا، من باب الامانه تقول له انا كمان هاخد. ايه المانع؟ ايه المانع انها تقول حاجه زي كده؟ عادي جدا انها تقول له انا هاخد. ساعات الانسان بيتعفف ان هو يطلب. ما هو العفه بقى ممكن بطريقه بسيطه تكلمه، بطريقه يعني مش لازم يبقى الكلام مباشر، لكن انا رايي انها افضل حاجه واقرب الطرق انها تقول له مباشره، طالما هو راجل خير كده. بالعكس، يمكن يكون موقفه افضل مما هي تتخيل كمان، مش بس يبقى ليها ظرف، يمكن يبقى ليها حاجه ثابته ليها اسبوعيا كمان، ايه المانع؟ لكن ان انا اخد من غير ما اقول لا، لان دي الامانه لازم توصل، الامانات الى اهلها، كل واحد لمكانه، ايا كان بقى، يا رب يكون مديها مليون جنيه، بس هتاخد لازم تعرفه. فلازم تعرفه. بس احنا دايما يعني ما استحلش حاجه من غير ما حد يقول لي. احنا دايما يعني بنركز على فكره، امبارح برضو كان في موضوع ان حد مكسوف يحرج حد فقام يكذب، فساعات الحياء في غير موضعه بيوصلنا ان احنا نتصرف سلوك غلط يبقى حرام. لا يكذب ايه، ده احنا ده الكذب ده حاجه بصفه عامه ساعات. طبعًا. ايه، طب انا مش موجود في البيت علشان مكسوفه، كان تليفون عشان مكسوفه تقول لها ان انا مش قادره ارد دلوقتي، فدلوقتي مثلا هي مكسوفه تقول له ان انا هاخد من الفلوس فتاخد من وراها، فممكن ده يسبب جرم اكتر، فالحياء ما ينفعش يوصلنا لده. اقصر طرق النجاح الصدق في كل حياتنا، الصدق والوضوح ده بيوصل بسرعه. وبعدين هي في حاجه دايما، هو ربنا عاملها منظومه ان الرزق جاي لحد، ده واجب عليه ان هو يعني هياخد، الفقير هياخد من النصيب ده المحتاج، فهي ما تقولهاش بشكل ان هو فيها مذله، هي فيها عزه، انا دلوقتي ظروفي كذا، هل انا ممكن ليا نصيب؟ بمنتهى العزه، لان في النهايه ده رزق جاي من ربنا ودول اسباب. فان شاء الله وربنا يعمل لك الخير، والجايه قولوا لنا حصل ايه يا ام محمد. عشان هي امانه بس. سواء عليها او على حفيدها. نعم، او على اي حد. طيب ام احمد كانت اسئلتها، سؤالها الثاني بتقول انها بتدي لحد قريبها فلوس بيشغلها لها وحسب الربح او الخساره. طب تتجر عادي. تجاره عادي. تجاره فيها ربح، واحنا عادي، ده التجاره ما شاء الله كلها رزق سبحان الله، اللي هو طالما الراجل وهي اقتادوا الاثنين واتفقوا العقد شريعه المتعاقدين، انا هاخد سواء على المكسب او الخساره، ما فيش ادنى مشكله،
عادي جدا عادي جدا. الهرمونيه لما بكون بشترط خسرت كسبت انا هاخد ليه هاخد ليه نسبه معينه. ما ينفعش بالظبط. لكن في الاثنين طبعا لا عادي جدا. سؤالها الاخير عن ان هي دخلت جمعيه وقبضت الاول فجابت بنصيبها ذهب. هي السؤال اللي هي تقصده ان هي فكره ان هي قبضه الاول وقبل الناس كلها فكانها ده مثلا مش فلوسها وراح تشتري بيه ذهب. لا ما احنا الجمعيه دي بتبقى دور بيلف على الناس كلها. هي خدت فلوسها وجابت بيها. المهم يبقى في عنقها انها هتسدد يعني الاسم اللي بعده واللي بعده واللي بعده. هي لكن مش جابت الذهب بقى وقالت له مالكوش حاجه. لا طبعا بالزبط. يعني هو الدور جاي لها كده كده فهي جابت خلاص يجيب اللي تجيبه. لكن عليها في لازم في رقبتها انها تسدد بقيه الجمعيه الى ما لا نهايه. لكن هي حره. وبرضه بقى مش هنقول عدى النصاب وتدفع ايه. لا يعني احنا دي جزئيه خاصه بيها لازم تسدد اللي عليها. بالظبط هي دي الفكره. طالما ان في اتفاق فدول خلاص نصيب كل واحد جه دوره. هي دي نصيبه بقت فلوسه. نعم عقد عقد شريات متعاقدين بيننا وبين بعض. تمام تسلمي يا دكتور راوي. هنرجع لموضوعنا فكره ان الجن مكلف زي الانسان يعني وربنا اوجد فيهم قال ما فيش منهم رسل. نعم. لكن في منهم منذرين. نعم. واتقالت الايه فيهم وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فمنهم. نعم. مسلمين ومنهم يهود ويعني ويقال ان منهم بيتكلموا بلغات مختلفه يعني بيتكلموا عربي وفي بيتكلموا انجليزي. قالوا انه فعلا عالم زيه زي البشر. نعم ربنا سبحانه وتعالى خلق من كل شيء عالم عوالم مختلفه زي عالم الطير والنبات والحيوان والانسان والجن دي كلها. لكن قددا ده بقى قددا هي طرق مختلفة. والقد من الشيء يعني مثلا ايه هم طرق لكن ما بينهم مقطع ما فيش بينهم صلة. علشان كده للأسف في النهاية مالوا إلى الكفر الغالبية. وكلمة القد دي احنا خدناها من يوسف إن كانت قدت قميصه. فكلمة القد من القطع غير القط. القد قطع طولي القط قطع عرضي غير التمزيق بقى في كل الاتجاهات. فدي دي طبعا طب ايه المقصود بيها هنا في المعنى؟ القدد ان احنا طرق لكن مقطع ما بيننا ما فيش صله بيننا كطرق ان احنا بنتواصل مع بعض. فمنا الصالح ومنا الطالح ومنا القاسط ومنا الكافر ومنا اليهودي زي ما حضرتك تفضلتي. هم طرائق كتيره جدا لكن ما عندهمش قوه لانهم مقطعين. ما هماش كلهم عصبه. لا ده احنا طرق ولكن كلنا مقطعين قددا. قددا يعني مقطع ما بيننا زي ما قلت لحضرتك. من القد غير ان منهم اصناف مختلف في اللي بيطير وفي اللي بيتحرك بسرعه. نعم. فهم ملهمش وتيره واحده معينه. ملهمش وتيره وملهمش ثقل لانهم خفاف جدا. وربنا مديهم طاقات يقدروا يتحركوا بسرعه بسرعه رهيبه يقدروا يتحركوا بيها. لكن مهما بلغوا من السرعات هم ما يقدروش يخترقوا الانسان لان الانسان مخلوق بثقل غير الجن. ما هي بقى الفكره يا دكتور راوية اللي تخلينا ندخل في الموضوع فكره ان الانس هو اعلى مقام من الجن زي ما حضرتك قلتي. وقالوا. نعم. العلماء ان الجن عارف المعلومه دي وهو ده اللي اوجد الحسد واوجد المقارنات ان هم عارفين ان هم مخلوق اقل مكانه من الانسان. نعم. ففكره ان قدرات الجن هي قدرات في النهايه ضعيفه ولكنها مختلفه عن الانسان. بالفعل هي قدرات محدودة جدا لأنه مهما وصل من قدراته ما يقدرش يخترق الإنسان لأن الإنسان أقوى أقوى من الجن. والدليل على كده أن الواحد لما بيستعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان بيخسأ بيخنس ما بيكونش موجود أبدا. لكن إمتى بقى لو أنا بدأت أفكر وأوهم نفسي أن هو عنده قدرة أكتر من قدرتي. لو ما تذكرتش ان في يوم من الايام ان ربنا سبحانه وتعالى هو بينه وبين ربنا ان لما في خلق الانسان ان ربنا كرم الانسان على كافه المخلوقات ولقد كرمنا. التكريم ده معناه ان ربنا رفع الانسان درجات. دي ما ننساهاش ابدا واحنا بنتكلم عن الجن. مهما كان خلق الانسان ضعيف لكن كيد الشيطان اضعف. أضعف من الإنسان. نعم أضعف. إحنا هنطلع فاصل بس بعد الفاصل هنتكلم على جزئية مهمة قوي فكرة يعني إيه إن الجن ممكن يلبس إنسان وحقيقة المعنى ده لأن ده العرف الدارج إن أنا ملبوس شخص ملبوس. نعم. فعايزين نفهم حقيقة المعنى ده. حاضر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل بإذن الله.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. دكتور راوية، الفكره اللي دايما الشائعه فكره ان الجن بيلبس الانسان او ان الشخص ده بقى شخص ملبوس، وخلينا نقول نلخص اللي اتقال سابقا، فكره ان قدرات الجن مختلفه عن البشر، عندهم القدره ان هم يختفوا والانسان ما يشوفهمش وهم بيشوفوا البني ادمين، فدي اكتر حاجه بيتلاعب عليها. فحصل تعاون من بعض الانس اللي هم غير مؤمنين بالله وبين الجن، وربنا قال آية فيها: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا ادانا السؤال وادانا الإجابة، رجال من الإنس. ده كان بيحصل إمتى بقى؟ أيام ما كان في الجزيرة العربية بيخرجوا مجموعات من القبائل رحلات القصيرة، يعني اللي هي بيتنقلوا من مكان لمكان، فأحيانا كانوا بينزلوا في بعض الأودية الموحشة، يعني بيحس في وادي موحش، فيبدأ ينادي على رئيس الجن في هذا المكان، فاداله قيمه واداله قدره الانسان، يعني الناس اللي رايحه المكان ان هم زادوهم رهقه، رجال من الانس مننا احنا، فبداوا ينادوا انك يا رئيس الجن احنا نازلين في الوادي ده فاحمينا، فزادوهم رهقه. بقى يعملوا ايه بقى؟ يخليهم نايمين ويسرقوا بعض الشاه، يخبوها، ينغزوا بحاجه، يخبط، يحسسوا انه له قيمه، فالتاني يلجا ليه اكتر، يلجا ليه اكتر واكتر، لمجرد ان هو مختفي عن عينه، مختفي مش شايفه. ما احنا خلاص احنا قلنا الامام الشافعي عليه، فهو كان الاختفاء ده كان بيعملوا حركات، فالناس بتبدا تتوهم انه عنده قدره. لكن ربنا ادانا الحل في سوره موسى، قال ايه هو السحر؟ ايه ان سحر اعين الناس، السحر العين اللي بتصحى، خداع بصري فقط، بس هو الخداع البصري، لكن لا يملك ان انا اقدر اقول لك ان انسان تلبس، ان الناس اللي بتبقى تقول لك انا ذهبت لفلان علشان حصل ولبس ولا. انت عندك تحصينات الرسول صلى الله عليه وسلم ادهالنا ليل ونهار، وعندي الاستعانة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لكن أنا لو تنازلت عن جزء من العقيدة بتاعتي، تنازلت، شوفي بقى، أيوة تنازل، المعنى ده بقى عايزين نفهمه يا دكتور طبعاً. يعني ايه تنازلت عن العقيدة فسهل ان انا اتأذي؟ يبقى انا بقى يقيني بالله ان مش ربنا هو اللي بيده كل شيء، بس انا بدأت انزل قدرة الله سبحانه وتعالى الى قدرة خلق من خلق الله، فأنا تنازلت عن جزء من العقيدة. في الحالة دي بقى تملاني بقى الوساوس، وأنا ملبوس، ده حد عدى عليا، ده حد مسك قفايا، ده حد، خلاص دخلت بقى في موضوع تاني كبير جدا. والدليل على كده لما هو إبليس بيقول للرسول للنبي لربنا سبحانه وتعالى: إلا عبادك الإيه؟ المخلصين، اللي هم إيه؟ اللي هم عارفين الطريق السليم إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا لو تنازلنا عن جزء من عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى والخالق البارئ الرازق المصور اللي بيده كل شيء، يبقى احنا كده سلمنا نفسنا للشيطان، مفيش حل. يعني هي الفكره عشان نبسطها زي ما حضرتك قلتي ان هي اختلاف قدرات، نعم، لكن كلها تحت ان هم ضعفة، وبيقولوا ان الجن فعلا مخلوق بيخاف اصلا من الانسان، والشيطان كان لما يشوف سيدنا عمر بن الخطاب كان يهرب منه او ما يمشيش في الطريق اللي سيدنا عمر ماشي فيه، فبيقولوا ان فعلا الجن مخلوق ضعيف لكن عنده شويه حركات اللي هي بتعرف ايه توهم الانسان. لكن في اوقات كتير نلاقي الصوت اتغير، يلاقوا ان حد صوته اتغير، فدي حتى العلماء فسروها يا دكتور راوي. احنا مش هنقدر نقول بقى ان البشر وسخر الجن وولا اخره، هنخش في سكه تانية هنعمل انتشار للموضوع، لا، ده احنا عايزين نقول ان القدرات دي كلها قدرات من عند الله سبحانه وتعالى، هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وربنا خلقهم في الدنيا لاختبار لينا برضو، ما هي دي برضو من محطات اللي الانسان لازم يمر بها في حياته، اختبار للانسان. هل انت على يقين ان من يملك الضر هو الله سبحانه وتعالى، من يملك النفع هو الله سبحانه وتعالى، ولا في جزء من العقيدة بدأ يبقى فيه خلل شوية؟ لو عندك خلل، لا، ده انت محتاج تستغفر وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى بكل قوتك. لكن احنا علشان كده لازم الإنسان يكون محصن بالعلم الشرعي ويتعلم صح، فيعرف ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى مفيش انسان، مفيش حاجه تقدر تمسه الا بقدره. احنا الهدف الاساسي من الحلقه النهارده احنا بنتعرف ليه على المخلوقات دي عشان نعرف حجمها ونعرف حجم كل شيء، فنحط كل حاجه لنصابها، وبنحاول دايما نفسر طب ده اتعمل ليه من غير ما نبقى معميين عن اللي بيحصل. فهي الفكره ان فعلا حتى العلماء لما قالوا ان هو الاصوات دي بتتغير ناتج لايه، هم فعلا الجن ليهم اصواتهم وبيتكلموا، فبينيموا الشخص ده اللي هو الانس حابب
انه يأذيه وتعامل معاه على الاساس ده، وده صدق فبينيموه مغناطيسين ويكلم هو بداله. فقال لك كل الكلام ده لو انت ما اديتهوش حجمه هو خلاص بيهربوا من الناس دي بمجرد شويه ايات بسيطه وشويه تحصينات. نعم، انا كل ما استعيذ كل ما انا ايه، وكان انه كانوا رجال من الانس يعوزون، كل ما اديته حجمه خلاص انا بتضاءل قدامه، لكن كل ما انا عالي حجمي هو يتضاءل. هي عمليه كده بالانس كده بين ده وبين ده، كل ما انا اعلى هو يخسأ، هو يخسأ، انما انا عايزه اعليه وابدا اتكلم وهو كل دي وهم، دي اوهام ربنا سبحانه وتعالى، وما هم بضارين، ما فيش حد يقدر يملك النفع على الضر الا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى لما جم يفسروا قالوا ان الجن مش عايد عليه اي شيء، ما بياخدش مثلا مجزيات مقابل ان هو بيأذي او بيعمل حاجه بيساعد بيها الانس، هو اللي بياخده بس فكره ان انا بقت ليا قيمه بدل ما انا نكره فقط. فهي المعاني بسيطة جدا ومش حاضرة في ذهننا، فنعرفش نتعامل ازاي. ما احنا محتاج نصحح المفاهيم دي بقى، عاملين تصحيح للمفاهيم الخاطئة اللي توارثت بقى عبر الأجيال عبر الأجيال. احنا جينا في وقت لازم نصحح، خصوصا ان في بعض الناس بدأت تتكلم في هذا الأمر، فلازم يكون في تصحيح بالزبط. انه حجم الشيطان أقل بكتير جدا من حجم الإنسان. لو جينا نتكلم عن فكرة السحرة والكهنة اللي بيتنبأوا بالغيب، وده أصلا مذكور في القرآن إن ما فيش أي ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم. فهي الفكرة قالوا مصدر القصة دي جاية منين؟ إن كان الجن سابقا عنده القدرة إن هو يسمع الملائكة في السماء بيقولوا ويطلعوا على بعض الغيبيات لحد نزول الرسول عليه الصلاة والسلام، والموضوع ده اتمنع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. شوفي حضرتك بقى، يجد له، كل واحد من الملائكة مخصص في ايده شهاب لواحد من الجن. شوفي حتى التخصيص ربنا سبحانه وتعالى ودقة القرآن، يجد له، له هو بالاسم كده، انه بس ما يقدرش. وإنا لمسنا، حتى يعني إنا لمسنا السماء، حتى كلمة لمسنا دي مش التاتش، مش اللمس المادي، ده هم بيلتمسوا بيطلبوا، زي ما أنا بقول لحضرتك ألتمس منك إنك تقولي هذا الأمر، فدي التماس يعني بطلب منك. فهم التمسوا كانوا بيطلبوا ان هم حتى بس يسمعوا، فلو حتى قربوا بيجد شهاب يقف ليه كل واحد فيهم. وقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ملأ السماء بالحرس دي امتى؟ عند ميلاد النبي، وقيل برضو عند بعثة النبي. ففي كلا الحالتين هم منعوا من ان هم يسترقوا. شوفي حتى القرآن عبر به استراق، لانه خفة الوزن كان بيطلع بسرعة فيسترق، فربنا سبحانه وتعالى أوقف هذا الأمر بأنه جعل لكل واحد فيهم ملك يبقى معاه شهاب، وهذا الشهاب بيفتت الجن تماما، فما عندهمش أي قدرة على الاطلاع على الغيب، بالدليل اللي حصل مع سيدنا سليمان. نعم، هم برغم أنه مسخر الجن لكن ما عرفوش أنه مات. لو كنا نعلم الغيب ما لبسنا، يبقى ما عندهمش أصلا القدرة. وده حضرتك يعني تفضلتي مشكورة، في سليمان دي آية لنا كلنا، اللي يقولك ده الجن بيعمل، قالوا لو كنا ما لبسنا في العذاب، ما كناش أصلا فضلنا، لو دلهم على منساة دبت الأرض إنها تأكل المنساة، وهكذا. فسبحان الله هم ليس لهم أي قدرات. طيب هنروح لقدرة من القدرات اللي بتبقى ظاهرة لينا إن هي قدرة قوية، وحضرتك تفكها لنا يا دكتور راي. فكرة الآية اللي بتقول اللي هي التفريق بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فكرة التفرقة، وتلاقي ده حد معمول عمل علشان جوزي ما بقاش يجيلي ومراتي ما بقتش حباني، ايه حقيقة الموضوع ده؟ انا هرجع بس خطوة لورا، لما وسوس لهم الشيطان فين بقى؟ في الجنة. البداية كانت بين ابونا ادم وامنا حواء في الجنة، وسوس لهما الوسوسة. العلم بقى اللي هو ربنا قال كده يتعلمون، الطريقة اللي بيدخل بيها للانسان، هو عرف الانسان ضعفه في ايه؟ في الوسوسة. بدأها بابونا ادم ومستمر معانا في نفس الحكاية. ولما ابونا ادم وسوس له الشيطان ايه؟ هو كان ايه الهدف؟ يوري عنهما سوءاتهما والاخره، وكانت النتيجة ايه؟ اهبطا، قلنا اهبطوا. فسبحان الله، هي نفس الطريقة المستخدمة، الوسوسة ده تبدأ الافكار الافكار السوداوية اللي المفروض ما تدخلش على الانسان ابدا طول ما عنده رب رؤوف رحيم. احنا عندنا عبادة رائعة احنا ما بنعملهاش، اسمها عبادة انتظار الفرج. العبادة دي من أجمل العبادات، عبادة انتظار الفرج. انتظار الفرج، مهما كان عندي مشكلة، مهما كان عندي في بيتي أي أمر، أو في شغلي أو في حياتي أو مع الناس، أو في حاجة اسمها انتظار الفرج، اللي هي تحت مسمى حسن الظن بالله. هو بيخش للناس اللي يقينها بالله قليل جدا، فيبدأ يوسوس يوسوس وتزيد
ليه بقى انا ببدا استجيب؟ ما بقومش اتوضى واصلي ركعتين واقول له يا رب انا استعنت بيك في هذا الامر، انا عارفه ان فرجك قريب بكل ثقه وكل يقين. شوفي سبحان الله، من رضي بقدري اعطيته على قدري. ففي الحالة دي ربنا بيفتح لي الأبواب، لكن أنا بدأت العقيدة تقل والحسن الظن بالله يقل، فيبدأ الشيطان يدخل وينغز في الإنسان، وده برضو نوع من أنواع الابتلاءات اللي بيمر بحياة الإنسان. هي دي بقى اللي عايزين نتكلم فيها بصورة قوية يا دكتور راوية، فكرة إن هي الجن والشيطان والوسوسة، الإنس نفسه اللي بيحصل لنا سواء من إنس أو جن أو أي حاجة، فكل دي هي عوامل للابتلاء في الدنيا. نعم. مفيش حاجة حجمها أكبر من حاجة، ده بالعكس ربنا حتى لما اتكلم قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهي الفكرة إن كل دي ابتلاءات كلها لو جينا نفكر فيها بتنصب في العقل البشري وفكرة الشوشرة على الأفكار. يعني ممكن عشان تلاقي حد يجي يوقع ما بين اتنين، هيوقع بينه زي غير عمله غسيل مخ بالفعل. ده فلان ده كذا وكذا وكذا، الشيطان بيعمل كده بس احنا مش شايفينه بالفعل. والإنس يعمل أقوى من الشيطان، يعني الإنس فعلا يعمل أقوى. نعم، كيد الإنسان كان، كيد الشيطان كان ضعيف، لكن الإنس كيده أقوى من كيد الشيطان، وده فعلا اللي بعض من نفس الأمار أقوى وأقوى. فأنا عندي أسلحة كتيرة جدا، أضعفها الشيطان، أضعفها الشيطان، لكن أنا هسمح إمتى؟ لما يكون عندي وقت فراغ. الوقت ده ربنا قال وإذا فرغت فانصب. المفروض الإنسان ما يكونش عنده وقت فراغ أبدا. يعني إيه بقى بالظبط عشان نشرحها؟ إذا فرغت فانصب، يعني أنا وقتي اللي عندي فيه، حتى وقتي خلاص هبدأ دلوقتي بعد الحلقة خلاص مروحة ما عنديش حاجة، لا، أنا ممكن أقعد بقى أقف بين يدي الله، أنصب حياتي لله، ما بين قراءة في كتاب الله، ما بين استغفار، ما بين ذكر، ما بين دعاء، ما بين صلاة، ما بين استعانة بالله سبحانه وتعالى. يبقى الوقت كله لله. إمتى بقى يدخل الشيطان؟ مش هلاقي مجال. الشيطان بيجي للناس اللي عندها وقت فراغ. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، فيما أقامني يبقى ما عنديش وقت فراغ خالص. يبقى دي من علامات محبة الله للعبد، إنك ما عندكيش وقت فراغ. من الحلقة للتحضير للي بعدها ما عنديش وقت فراغ. فربنا سبحانه وتعالى شغلك بإيه؟ بحاجة في مجال الدعوة. فدي من علامات الحب، موصولين بالله. وده اللي دايما بنقوله، ان فكرة اللي بيوصل بالله كذا حاجة، من ضمنهم طبعا الاساسيات الذكر، كل انواع الذكر بقى سواء قرآن، صلاة، ذكر مستمر، تسبيح، والعلم. المعرفة بتشغل البال جدا، بتخليك تفكر اكتر وتستغل قدراتك اكتر واكتر. بس في جزئية بقى يا دكتور راوية، فكرة ان ممكن في ناس مؤذية وفي ناس زي ما ربنا اتكلم ان هم بيتعاونوا انس مع جن، وده نوع من الكفر، ان يحصل تعاون ويبقى في شر بالشكل ده. الشخص اللي اتأذى ولا حول له ولا قوة من الناس دي، حضرتك اتكلمتي ان في، وزي ما القرآن قال، في تحصين وفي اللي هم الا عبادك منهم المخلصين وكل الكلام ده. ساعات بيلجأوا المشايخ، علشان مشايخ موثوق فيهم، بيعالجوا بالقرآن فقط. ايه الفرق ما بين الانسان يقعد يعالج نفسه بالقرآن او يلجأ لشيخ؟ وهل ده فيها مدى حرمانيتها حلالها؟ يعني هتكلمينا في الموضوع برضو. هرجع تاني واقول وعزتك وجلالك لاغوينهم الا اجمعين الا عبادك. العزه هنا معناها ايه؟ غلبت الله على الشيطان. هو يعلم ان قدرة الله سبحانه وتعالى اقوى من كل اللي هو بيعمله، لكن عبادك المخلصين اللي هم مين؟ هم عندي نوعين، المخلصين والمخلصين. المخلصين اللي اخلصوا النية لله واخلصوا العبادة لله وعرفوا طريق الله واصبحوا من السالكين، والمخلصين اللي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. عندي النوعين، الاتنين دول ما اقدرش امسهم. ليه بقى؟ لانهم تحصنوا بالقرآن، تحصنوا بالعلم، عرفوا حجم الشيطان فنبذوه، نبذوه خالص. الحاجة عندهم الأذكار اللي صباح والمساء. رحنا لحضرتك بتقولي الناس بتروح لأحد المشايخ وهو بيعمل إيه؟ بيقرأ عليه قرآن. طب ما أنا أقدر وأنا أقوى إني أقرأ على نفسي إني أروح لأي حد تاني. ما أنا عندي المصحف في بيتي، ما أقدر أقرأ وأعمل لنفسي ورد ثابت كل يوم وأقرأ فيه بنية التحسين. عندي أذكار الصباح والمساء، إني أقدر أقرأ أذكار الصباح والمساء. عندي وقت لما ألاقي نفسي عندي فيه فراغ أبدأ أصلي وأطيل السجود والركوع بين يدي الله. عندي الذكر اللي لا ينقطع على طول، ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كل ده عندنا. وارجع اقول ان الشيطان يقدر ياثر عليا او يغوي او يجي للانسان اللي عنده فراغ، اللي بعيد عن ربنا، اللي نسوا الله فانساهم انفسهم. كل ما ابعد عن طريق الله سبحان الله ابعد. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في كل الانواع بقى،
من شيطان من إلى آخره. لكن الإنسان اللي هو على بصيرة وعلى علم وعلى قدرة بمعرفة الله سبحانه وتعالى أبعد ما يكون عن هذه الأمور. طيب فرضا الإنسان لسه ما وصلش لمرحلة اللي هو مخلص أو مخلص، نعم، وحصل له ضعف وفعلا اتأذى من جن زي ما حد بيتأذي من إنس، نعم، وحاسس ان هو قذف ومش عارف ايه اللي يقراه ولا عارف ايه ايات التحصين، هل ان يروح لشيخ موثوق فيه ما بياخدش فلوس اجر، هل ده ممكن وارد ان الانسان يلجا لحد زي كده يستعين بيه؟ هو سبحان الله، هم سبحان الخير في امتي الى يوم القيامه، الناس اللي بتقرا القران والناس على، والخير ده معناه الخيريه في كل الناس، في شيوخ زي ما حضرتك تفضلتي، ناس على صله بالله سبحانه وتعالى. لكن انا بقول الطبيعي والافضل ان الانسان يحصن نفسه دائما ويقرا القران ويبعد عن كل، لان دي عباره عن اوهام، تلبيسات، في كده تلبيس ابليس، دي فعلا تلبيسات بتخش على الانسان. فهو الافضل حاجه يتحصن بكتاب الله، يسير على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرا اذكار الصباح والمساء، واذا استعنت فاستعن بالله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور راوية. هنتكلم عن الشيطان اللي هو من أول مخلوقات، من أوائل اللي اتخلقوا، نعم، من مخلوقات الجن، وقصته إن هو ربنا رفعه للسماء مع الملائكة، نعم. فحضرتك تقول لنا قصة الشيطان بعد إذنك. هو طبعا إبليس لما ربنا سبحانه وتعالى، هو يقال والله أعلى وأعلم، لأن برضو دي أراء علماء متضاربة، إن هو ربنا سبحانه وتعالى رفعه، لكن أنا مش هقدر أقول إن هو كان ملك، هو لا خلق، هو مش ملك طبعا، هو ربنا قايل ان هو كان من الجن، لانه خلق الجن قبل خلق الانسان، لكن هو وقع في نفس الاختبار اللي ربنا اراد انه يوقع فيه ربنا واختبره. ما هو كان برضو موجود وفي السماء ولا اله، وكان له عبادات خاصه، لكن ربنا لما اراد انه يشوفه ويختبره وقال له اسجد لادم فابى، ابى واعرض. اذا فاللي جواك ده حاجه ثانيه خالص غير اللي انت بتظهرها، وبدات بقى العداء. بدا العداء. هي الفكره بقى يا دكتور راويه، فكره ان احنا كلنا ما بنبقاش عارفين نفسنا الا في المواقف. احسنتي. الشيطان اتعرض لموقف وهو كان مع الملائكه وبيعبد، كان من عباد الله، يعني كان مؤمن بالله، نعم. وتعرض لموقف حس ان هو هيخالف هواه، هيخالف فكره الايجو زي ما بنقول والنفس، اعترض. نعم، ودي مع حضرتك بتقولي المواقف زي مواقف الابتلاءات في حياة الإنسان. لما بيحصل الابتلاء إذا استرجعتي على طول وقلنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله، ربنا بيعوضك ما هو خير. هي كلها مواقف ومحطات بيمر بيها الإنسان علشان يعرف مدى وقوفه على باب الله، هل هو بيعبد الله على حرف ولا بيعبد الله في السراء والضراء، تستوي عنده الاثنين. هي مواقف بتمر بيها في حياة الإنسان، والشيطان واللي ربنا حكولنا ده موقف من المواقف. الأنا أعلى، فما قدرش، ما قدرش أبدا أن هو يخضع، ولكن في النهاية هو هيخسر، في النهاية هيخسر. وربنا ادانا في القرآن كل الآيات اللي تقول لنا أن الشيطان ده أضعف من خلق الإنسان وأضعف من الإنسان، لكن الإنسان يدعم نفسه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن التلبيسات اللي أحيانا الناس تاخدها اللي بتخاطب الأهواء، يعني مش الحقائق، فكرة أنه بيتكلم، طب ما هو الشيطان كان بيسجد قال أنا هسجد لربنا مش هسجد لآدم، نعم. فبيقولك طب ما هو ده كده مؤمن، هو ما رفضش يسجد لربنا. بص المداخل يا دكتور راوي اللي عايزين نتكلم فيها، أن ممكن الإنسان يجيله مدخل أنا مش هسجد لغير الله، هو فعلا مش هيسجد لغير الله، لكن هو ما سمعش أمر ربنا، وده في حد ذاته سجود. إحنا عندنا الأوامر بتاعت ربنا أمره بين الكاف والنون. ربنا ورانا آية من الآيات في إبليس نفسه، علشان لما تجينا التعليمات في ربنا افعل افعل افعل، ما اقعدش أقول أنا بعمل ده ليه، أنا ده من 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 أسماء الله الحسنى الحكيم العليم. لما بيقول لك على أمر هو له حكمة من هذا الأمر، والعليم علمه سابق على هذا الأمر. لكن أنا ما أقدرش أدخل وأدخل لنفسي مداخل للشيطان في حاجات إحنا لا نعلمها. ربنا سبحانه وتعالى مش كل العلم احنا لا، احنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا، لكن كل اللي عليا انا همشي وفق نهج الله. سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا. احسنت. وده البدايه في سيدنا ادم، لما نيجي نبص يعني الموضوع كان ايه، اكل من شجره، نعم. يبان ان هو حاجه بسيطه، لكن الفكره ده اول ذنب، ان انت ابسط حاجه تطيع ربنا فيها. ما هو اكل من شجره وربنا ادانا الجزء ده الرضا، ربنا اداله كل النعيم المقيم في الجنة وقال له بلاش دي. هي نفس الحكاية، ان يبقى عندي كل حاجة ولكن في حاجة انا عايزة دي، ودي ممكن يكون فيها شقائي. فربنا علمنا ان ادم عصى واكل من الشجرة رغم ان عنده كل المتعة دي، فيا ابن ادم
ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. سبحان الله. وهي دي في النهاية الفرق ما بين ذنب الشيطان وذنب الإنسان. نعم. الشيطان ذنبه الكبير أو هي فكرة الكبر. نعم. لكن الإنسان طبيعي أنه هيخطأ، وخير الخطائين التوابون سواء إنس أو جن. لكن الفكرة أن ما نوصلش أبدا لمرحلة الكبر اللي تعمينا أن احنا نشوف الذنوب ونتوب عليها أصلا إن شاء الله. عمرنا ما نصل لهذه المرحلة ونفضل طائعين لله سبحانه وتعالى. يا رب يا دكتور راوية، شكرا جدا لحضرتك، ويعني ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك دايما. شكرا جدا لحضراتكم، اشوفكم الأسبوع الجاي على خير بإذن الله.